زرعي بالعبيد رواية تحمل اسم مكان في مدينة بنغازي في ليبيا، انتهى منذ القرن الماضي ولم يعد له وجود سوى في الذاكرة الشعبية الليبية. أعدت إحياءه من جديد ليعيش أدبيا أو فنيا، ولكن هو كمكان وجد يعني بشكل مأساوي أو بائس جدا لفترة طويلة في عمر المدينة قبل أن ينتهي نهائيا. اخترت في لحظة مصيرية تجارة الرقيق، وهي تجارة القوافل، ما يسمى بتجارة القوافل، في مغالطة تاريخية كبيرة يعني تغطية تاريخية. أنا أحببت أن أكشف الغطاء عن حقيقة ما حدث، وأن هذه التجارة لم تكن تجارة قوافل كما يروج لها الجانب المستفيد، وإنما هي تجارة بشر ونخاسة. ذهبت إلى إيطاليا، درست الإيطالية، وفي المحصلة خرجت بثلاثة أشياء: رواية زرعي بالعبيد، اللغة الإيطالية، ورسالة الدكتوراه. بدايات نجوى بن شتوان كانت من كتابة الرسائل للزملاء في الصف، صحيح؟ بدأت في ضيعتي أو بلدتي باستكشاف نفسي بقدرتي على التعبير. كنت أكتب الرسائل الغرامية أو الرسائل العاطفية لزميلاتي أو صديقاتي، وفوجئت بأني أكتب للمدرسة كلها. كتبت لكل المدرسة وردود وإرسال واستقبال، ولم أكتب لنفسي. صدر لي كتب، عدة مجموعات قصصية وروايتين من قبل، يعني واحدة منهم فازت بجائزة الرواية في الخرطوم عاصمة للثقافة العربية بال 2005. النتاج الأدبي الليبي موجود، ولكن ليبيا مورس عليها نوع من العزلة الزمنية الطويلة، يعني هي تدفع ضريبة العزلة في عدم معرفة الآخر لها، يعني مثل جدار الصين العظيم انحط على ليبيا وعلى الليبيين عاشوا داخله. هناك كم كبير من الأعمال الأدبية الراقية المرشحة أنها تخرج للعلن وتقرأ. تجربة الليبية جديرة في القراءة، المجتمع الليبي زاخر بالحكاية وبالسرد، مجتمع سردي في طبيعته. 10 سنوات من البوكر يعني 10 سنوات من الترتيب والإنفاق والاستثمار في الإنسان وفي الثقافة. وجود منارة عربية مهم في هذا الوقت، لأن في بلدان عربية أخرى تتهشم في هذا الوقت، يعني ليست متفرغة لنشاط أدبي أو ثقافي كالذي ترتبه أبو ظبي أو ترتبه الإمارات. لابد لأحدنا أن يحمل الشعلة بينما الآخر يعاني ما يعانيه.